ياخذ اقتتال الشيعي، ليش ما تقعدون تشكلون حكومه؟ ليش ما تدعمون التيار الصدري؟ ليش التيار الصدري ما يدعمكم؟ ليش ما تشكلون حكومه وتبتعدون عن هذا؟ ومن يقول انتم تمثلون الشيعه؟ يعني ما اعتقد انتم، انا شخصيا شيعي، انتم ما تمثلوني، انا اريد اللي يمثلني، وحتى السنه ما يمثلوني، وحتى الكرد ما يمثلوني، ولا يمثلون الشعب الكردي ولا يمثلون الشعب السني، احنا نريد دوله تبنونا حضاريا نحترم فيها، ليش بمطار الاردن يحاسبوني؟ ليش ببريطانيا يرجعوني من مطار هيثرو؟ ليش بالمانيا ما يخلوني اذهب؟ بسببكم انتم، بسبب هذه الاحزاب اللي حكمت من بعد سقوط صدام لحقيقة اليوم، لأنكم لم تحكموا بالعدل والإنصاف ولم ترضوا الله في الشعب. لذلك أقولها أمام الله، كل من حكم من 2003 ولم يراعي حقنا سيحاسب اليوم وغدا وبعد غدا. نتكلم على الجميع الآن، لأنه في جميع الأحزاب الآن، حتى هذا اللي خاف منه. هذا السبب الرئيسي، هذا السبب الرئيسي دكتور، هذا السبب الرئيسي بعدم ذهاب الإطار إلى المعارضة. الكلمة اللي ذكرتها آخر كلمة، سيحاسب. نعم نعم، سيحاسب الشعب، كل من عبث بأمن العراق وكل من عبث بحقوقنا كمواطنين سيحاسبهم الله أولا، والشعب وثق ليس ببعيد هذا الأمر. طيب. نحن نعيش نفس الأيام اللي كنا نعيشها في أيام الأخيرة من نظام صدام، وسبب هذا النظام الحالي هو مخرجات نظام صدام الدكتاتوري اللي وصلنا لهذا النظام ايضا الدكتاتوري، واللي يتميز باللصوصيه للاسف الشديد. يعني نقدر نقول التيار الصدري اللي راح يحاسب بالمرحله الجايه. اذا لماذا تدافع؟ والله الشعب يحاسب. ليش نقول لا؟ ليش نبعضها؟ الشعب، وشوف اقول لك، حتى التيار الصدري، حتى التيار الصدري اذا لم يخدم الشعب سيحاسب. التيار الصدري ليس بالتيار، انا اتكلم عن عموم. دقيقة سيد علي، حتى ترجع بدقيقة أيضا للسيد صبحي المندلاوي. دقيقة لك سيد علي. أستاذ علي، أنا أقدر أستأذن منك أستاذ علي. أستاذ علي شرفتنا ونورتنا، وشكرا لحضورك. شكرا جزيلا دكتور غالب الدعم الباحث السياسي. شكرا شكرا جزيلا. شكرا سيد علي. سيد دكتور غالب، إذا تسمعني دكتور، قبل أكو فد رجع المايك دكتور، أكو ملاحظة للسيد علي يريد يوصل لك إياها قبل لا تغادر. أنا أقول التيار الصدري. نعم. مشارك في جميع الحكومات السابقة، التيار الصدري والحزب الكردستاني والبارتي واليكتي والسنة والشيعة، يعني الكل مشاركون، فلماذا يقصى الإطار التنسيقي لوحده؟ أنا تكلمت عن الجميع. لو أن الإطار حصل على أصوات أكثر أغلبية سندعم الإطار، ولكن بما أن الأغلبية اليوم لمجموعة، إذا علينا أن ندعم هذه المجموعة سيد صبحي المندلاوي، حتى نحملهم إذا خسروا وإذا بخسوا حق الشعب. طيب بدقيقة سيد صبحي، إذا عندك تعقيب. هم لم يكونوا بالمنفى.